انا شخصيا مع انه مو تضل المناطق مثل ما هي كاسماء يعني، بس انه ترجع الاسماء الاصليه يعني، سواء كانت كرديه او عربيه او حتى سريانيه يعني. قريتي اسمها رمناز، اسمها من العهد القديم وما راح نغيرها، ونحن ضد تغيير اي اسم قريه سوريا حسب اساس اللي عم بيقوم عليه هذا التغيير. يعني اذا التغيير بده يكون على اساس تاريخي على اساس حضاري، اوكي تمام، مثلا اسم ضيعة او مدينه بترجع لاصل التاريخي قديما ما في مانع. انا هلا مغتربه بدي انزل انا على صيره بعد كام سنه، بجي بسال عن الشارع، والله هذا الشارع ما هذا هو، صار في شارع ثاني. كل مدينه سوريه تحمل اسم ينم عن عراقتها واصالتها وصلتها بالماضي والحاضر. كانت مسمية على دور أجدادنا ومن زمان كتير ومن تاريخ عميق كتير. نجي هلأ مشان أهداف سياسية نغير هاي الأسماء؟ أنا أبدا معارض لهالشي أبدا.